حسنا، كلنا إلى أن نوجه رسالة للسلطات وخاصة المؤسسات المختصة في حماية التراث وحماية هذه المعالم الأثرية، نقول لهم أوقفوا على تراث بلادنا، لأن التاريخ لازم نحافظوا عليه، وعندنا إرث كما هذا واللي هو القصبة، وأبناء القصبة لازم نتهلاو فيهم لأنهم من أبناء الجزائر. وفي الأخير ما عساني إلا أن أقول ربي حسن الحوال، سلام.